بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور حسام توفيق، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه بكليه طب الزقازيق. احب اكلمكم النهارده عن الدوالي الساقين. دوالي الساقين المفروض ان هي ممكن تكون اربع مراحل. المرحله الاولى دوالي بسبب ارتجاع في الوريد الرئيسي في الفخذ من فوق. المرحله الثانيه دوالي لغايه الركبه. المرحله الثالثه دوالي تحت الركبه. المرحله الرابعه دوالي حتى بز الرجل من تحت او الميديال ماليولس. الشكوى الرئيسيه بتاعت دوالي الساقين هي اول حاجه الشكل الجمالي بتاع الرجل، ودي بتيجي في مرحله صغيره من سن 20 سنه 30 سنه، ودي بتبقى في السيدات اكتر من الرجال. المرحله الثانيه المريض بيجي يقول انا عندي دوالي في رجلي. المرحله الثالثه بيجي المريض يقول انا عندي مضاعفات بسبب الدوالي. في المرحله بتاعه المضاعفات المريض بيجي يقول انا عندي رجليه ورمه، رجليه تقيله، رجليه زي شوال الملح، رجليه زي شوال فيها كميه رمله جديده جدا، انا ما بصدق ارجع البيت عشان ارفع رجليه. على طول بنوجه المريض انه يعمل اشعه دوبلر بعد الفحص الكلينيكي بتاعه. مجرد ما يعمل اشعه الدوبلر ممكن نوجهه لمرحله من المراحل اللي احنا بنعملها رقم واحد اللي هي الشكل الجمالي، قد نلجا الى الحقن. رقم اثنين قد نلجا الى الجراحه. رقم ثلاثه لو الدوالي دي دوالي ثانويه بعد حدوث جلطات قديمه سابقه، حتى لو العين ما كانش واخد باله منها، بيحتاج الى ارتداء شرابات الضغطه الجامده بحيث انه يقدر يقف على رجله مده طويله من غير احساس الهيفي ليمبس. رقم اربعه ان احنا نعمل تدخل جراحي. الجراحه بتستهلك ممكن المريض يدخل الصبح المستشفى، يتعمل له شويه فحوصات اللي هي ما قبل الجراحه، بعد كده يعمل عمليه استئصال الدوالي، بيقعد نص يوم بس في المستشفى رافع رجله، وتاني يوم يتحرك. طبعا الكلام ده في حاجات حديثه شويه يقولوا الكلام ده ادم، وممكن نعمل تردد الحراري او الليزر او استخدام القسطره في اذابه الدوالي، ودي بتاخد لها بالظبط حوالي ساعه او ساعتين بعد العمليه المريض رافع رجله، تجنبا لحدوث اي مضاعفات على مستوى الرئه من الحقن اللي بنحقنه. وبعد كده بيتحرك ويلبس شراب الضغط ويتحرك ويجي لنا بعد اسبوع لفك الاربطه دي كلها. بالنسبه للمرحله الاولانيه اللي هي الكوزموتيك او الشكل الجمالي، بتيجي عروق رفيعه جدا في الرجل كلها، وخصوصا لو البشره بيضه بتاثر على شكل الرجل. ما بتعملش اي مشكله في الوظيفه، ولكن شكل الرجل بتبقى مش راضيه عنها المريضه او زوجها او اقاربها من السيدات، وبالتالي ممكن ندخل في حاجه من اثنين، يا اما الحقن يا اما الدهانات. الدهانات انا شخصيا مش مقتنع بيها بنسبه 100%، ولكن بعتمد على راي المريض. اذا المريضه قالت انا كويسه بعد الدهان مره واثنين وثلاثه، خلاص خير وبركه. لكن انا شخصيا مقتنع بالحقن الرغوي. الحقن الرغوي باستخدام ابر رفيعه بنحقن على مرحله واثنين وثلاثه لغايه ما تختفي هذه الدوالي من الساق.